اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من مطبخ. ان شاء الله النهارده الوصفات تعجبكم وتجربوها وتبلغونا انها عجبتكم. هنعمل اول وصفه مكرونه الفريدو بالسبانخ والسجق. هستعمل فيها السجق البلدي اللي هو السجق العادي بتاعنا بدل الايطاليان ساسج او بدل السجق الايطالي، ان هو مش متوفر بسهوله عندنا في مصر. هنقول المقادير بتاعتنا الاول قبل ايه ما نبتدي اي حاجه. هستعمل كيس مكرونه اللي هو 350 جرام، المهم تبقى صغيره، انا مش عايزه شكل معين، بس مش عايزاها تكون لا سباجيتي ولا فيتوتشيني، مش عايزاها طويله، عايزاها تكون صغيره. يبقى 350 جرام مكرونه، بصلايه كبيره مفرومه، راس توم كبيره بتتقسم على اتنين، يعني هستعملها على جزئين، نص كيلو سجق بلدي، كوبايه مشروم، ثلاث دي حزمه سبانخ ورق. بصوا انا عايزه حزمه كبيره سبانخ ورق، مش اتنين حزمه، وجبنه موتزاريلا. الصوص بتاعي كوبايتين كريمه، نص كوبايه زبده، فص ثوم، كوبايه جبنه بارميجان مبشوره، ومعلقه دقيق كبيره. يبقى من تاني 350 جرام مكرونه، بصلايه كبيره مفرومه، راس ثوم كبيره مقسومه على اتنين، نص كيلو سجق بلدي، كوبايه مشروم، حزمه سبانخ الورق بتاعها بس، وموتزاريلا. وهستعمل الصوص بتاعي كوبايتين كريمه، نص كوبايه زبده، فص ثوم، كوبايه جبنه بارميجان. طبعا الجبنه البارميجان احنا بنبدلها بالجبنه الرومي، لان في مصر البارميجان اغلى كتير من الرومي، والرومي بتقوم مكانها. ومعلقه كبيره دقيق. هنعمل ايه اول حاجه؟ هجيب السجق بتاعي وهقطعه، هجيبه واقطعه، احط هنا شويه زيت عشان اسوي فيه السجق الاول. وهجيبه هقصه كده اهو بالمقص، هيبقى اسهل لي من ان انا اعمله بالسكينه. فانا هحطه، حتى لو انت فضيتي اللحمه بتاعته من يعني هو الايطاليان ساسج بيفضوا اللحمه اللي فيه من غير الغلاف الخارجي، بس احنا هنعمله زي ما هو كده اهو. هنحطها نسوي السجق لوحده الاول، وبعد كده هوريكم في الطاسه الثانيه هنشتغل ايه للمكرونه. بيدي طعم حلو مختلف عن اللي احنا متعودين عليه، يعني بتبقى مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه. اهي ما بتقطعيهوش كبير، صغير كده. بعدين هجيب السباتشيلا واقلبه، وهحط طاسه تانيه على عين تانيه، شوفوا اهو كده، علشان يتحمر معايا كويس ويستوي. هي نقطة زيت علشان هو بينزل برضو الدهون اللي فيه، فما بقاش دسم قوي. هاجي بقى الطاسة التانية برضو شوية زيت، وهحط فيها نص كمية التوم، احنا قلنا راس التوم هنقسمها على اتنين. هحط ونص التاني هحطه على السجق. اوكي، هحط الثوم على السجق بعد ما دخل في مرحله السوى. هنا اهو المشروم هو اللي انا هشوحه، بس هبعد الثوم. بسم الله، هحط المشروم يتشوح بقى مع الثوم. شوفوا المشروم مص الزيت كله، لان احنا بنقول دايما المشروم ده عامل زي السفنجه، عشان كده لما اجي هحمره ما بحطوش تحت الميه، بفوطه مبلوله بعمله، لان المشروم بيشرب الميه، فاجي احمره الاقيه نزل لي الميه كلها وما اتحمرش. اهو ادي السجق كده، خلاص السجق بالنسبه لي كافي.
اضمن ان هو استوى. والمشروم هنا اهو، شوفوا دبل اهو ولونه غمق اتحمر. هروح حاطه الاثنين على بعض، وبعد كده هحط عليهم ورق السبانخ. ورق السبانخ هقلبه لغايه لما يكش، وهيشرب ميته ويكش. بس انا عايزه احط البصله، نسيت احط البصله. البصله قبل السبانخ، لان السبانخ هتنزل ميتها، فمعلش. فالبصله قبل السبانخ، بعد كده هحط السبانخ. هي البصله دي مش اكتر، واروح حاطه السبانخ بتاعتي. وهعمل الصوص في طاسه تانيه. وده اخر حاجه اهو، هقلب السبانخ معاهم. هلاقيها نزلت ميتها، ما بقطعهاش صغير مش بالسكينه، هي هتكش لوحدها، مش محتاجه ان انا اقطعها اكتر من كده. هتلاقوها كشت وصغرت. هاجي اعمل الصوص دلوقتي. الطاسه الثانيه، ممكن مكان السجق، بس لو في توم كده فيها لازم اشيله علشان ما يتحرقش. انا مش عايزه طعم التوم يكون ممرر، يا اما بعمل واحده جديده. بس انا هعملها فيها لازم السبانخ تتقلب لغايه ما تنزل كلها تحت، عشان اضمن انها نزلت ميتها وهتستوي معايا. ورقه كلينكس، نقطه ميه، همسح التوم اللي موجود في الوك بتاعي، علشان زي ما قلت لك لو فيها توم من الاول، انا كده كده هحط فص التوم بتاع الصوص، لو فيها توم من الاول هيتحرق. نقطه زيت قبل ما احط الزبده عشان الزبده ما تتحرقش. بعد كده هحط الزبده بتاعتي واقلبها. مع فص التوم هكون مجهزه معلقه الدقيق. الزبده لازم تتقلب لغايه لما تدوب تماما علشان ما تتحرقش. معلقه الدقيق اهي، لغايه بس ما اتاكد ان هي استوت مش نيه. وهنا هقلب ده تاني، مش مشكله لو بنفس المعلقه ما فيهاش اي مشكله، ماما هيتحطوا على بعض في الاخر. كده اهو هحط كوبايتين الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما تغلي هحط عليها الجبنه البارميجان او الرومي المبشوره. عشان تدوب مع الكريمة وهي بتتقل. هحط بقى ملح وفلفل. انا ما حطيتش ملح خالص، بس خدوا بالكم ان السجق فيه ملح، فمش لازم املح الصوص بتاعي علشان ايوه زي البيض والصين، ما نحطش ملح خالص. بس هنا بحط ملح بس شويه صغيرين علشان السجق مالح، مش زي البسطرمة بس هو مالح. هاجي بقى
كده انتوا شايفين ان السجق والسبانخ السمع بتاعه بيشكشك او الصوت عالي، فده معناه انها خلاص استوت كلها. هحط المكرونه او جنبي الصوص غلي، المكرونه غليت. بسم الله، شايفين جبنه رومي، جبنه رومي طبعا ملحه برده، عشان كده الملح لازم يبقى قليل عشان ما تلاقوش الطبق مش في الاخر. انا هبعده عن النار شويه، هسحبه عليا هجيبه وهقلب فيه الموتزاريلا. مش كلها، هخلي شويه كده اهو عشان احطها على الوش. بصي المكرونه دي ممكن تتاكل كده اهو، ممكن تتحط في الفرن وعليها شويه موتزاريلا زي ما تحبي، يعني ممكن تتقدم كده وممكن تتقدم كده. بس بصوا الجبنه بتمط فيها ازاي، فظيعه. انا هحطها في طاجن اهي، وعليها بقيه الموتزاريلا. بسيط كده، واروح مدخلاها تحت الشوايه، بس تحت الشوايه مجرد بس الجبنه اللي عليها تسيح وتاخد لون وشكل، وبعدين بقدمها بالهنا والشفا. يبقى هدخلها تحت الشوايه بس، مش هدخلها، مش هشغل عليها الفرن، هشغل بس الشوايه بتاعه الفرن علشان الجبنه دي تسيح ويبقى شكلها حلو وتمط معايا. هحطها في الفرن واروح لفاصل، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد. المكرونه في الفرن ساحه الجبنه ولا لسه؟ يعني دقيقتين كمان وهنطلعها. هنعمل دلوقتي كورن دوج اللي هو السوسيس اللي بيبقى عليه عجينه وبيتباع في المحلات وفي النوادي، وهنعمل جنبيه صوص الهاني ماسترد. هنقول مقادير الاول الكورن دوج البيتي. هستعمل باكو سوسيس كبير، هوريكم السوسيس الفرانكفورت اللي انا هستعمله. انا بسلق السوسيس الاول، ما بخليهوش ني، لازم يتسلق، وبعد ما يتسلق بقطع الواحده بقسمها على ثلاثه. بستعمل كوبايه ونص دقيق ذره اصفر، دقيق ذره اللي هو الكورن ميل مش الكورن فلاور، ده دقيق ذره اللي هو الخشن الاصفر. في فرق بين الكورن ميل والكورن فلاور. الكورن ميل اللي هو ده دقيق ذره، الكورن فلاور ده النشا، فخدوا بالكم من النقطه دي كويس جدا. انا هستعمل دقيق ذره اللي هو كورن ميل، بيبقى مكتوب عليها كده. هستعمل كوبايه دي ابيض عادي بيضايه، كوبايه وربع حليب، 3 معالق صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره ملح، نص معلقه شطه، معلقه بابريكا، وربع معلقه فلفل اسود. بيبقى العجينه بتاعتي كوبايه ونص دي ذره اصفر، كوبايه دي ابيض عادي بيضايه، كوبايه وربع حليب، 3 معالق صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره ملح، نص معلقه شطه، معلقه بابريكا، ربع معلقه فلفل اسود. دي العجينه بتاعتي بتاعه الكورن دوج. هاجي اعمل ايه؟ ادي هقسم الفرانكفورت لثلاثه، الواحده بتتقسم ثلاثه، بتتسلق وتتقسم ثلاثه، وبدخل العصايه فيها بس للاخر، بس ما تطلعهاش من الناحيه دي، يعني خلي صباعك هنا، اول ما تحسيها وقفي كده اهي. اول ما ابتدي احس بشكه العصايه خلاص اهي اروح مطلعه. هاجي اعمل ايه بقى؟ هحط انا هقليه في، لو انتم ملاحظين، في الكاسرولة بتاعه اللبن. ليه؟ انا عايزه حاجه عميقه وصغيره، مش عايزه استعمل زيت كتير. ادي الدقيق الذره مع الدقيق العادي، بابريكا،
والكركم والشطة والبيكنج باودر. خلاص يعني كل المكونات الجافة على بعضها. بعدين هاجي أضرب اللبن مع البيضاية. هجيب البيضة بتاعتي اهي، بضربها مع الفلفل الاسود. احنا في المقادير نص معلقة فلفل اسود. هجيب الفلفل الاسود وبعدين هحط الكوباية وربع لبن. وابتدي بسم الله الرحمن الرحيم اقلب كل المكونات مع بعضها. لو حسيتي انها تخينه معاكي قوي حطي معلقه او معلقتين لبن مش اكتر، عشان لو سايله هتقع من على السوسيس هتلاقيها مش ماسكه معاه. فنحط معلقه مش اكتر علشان تبقى العجينه سلسه ومش ناشفه. خلاص بعدين هركنها على جنب. دي برضو ناشفه هحط لها معلقه ثانيه. ادي المكرونه بتاعتنا طلعت، وريها لنا يا محمد لو سمحت اهي. هسيبها 10 دقائق. دي المكرونه الالفريدو بالسبانخ. هسيب العجينه دي 10 دقائق ولغايه لما البيكنج باودر يتفاعل، وانا عامله واحده من الاول هنا اهي. مكرونه بالسبانخ والسجق طعمها فظيع، تعجبكم جدا ان شاء الله. ادي العجينه بيبقى شكلها كده اهو معايا. خلاص دي انا سايباها 10 دقائق. لو انت استعملتيها على طول هيطلع شكله مش حلو معاكي، هتلاقيه مش منفوش حلو ومش مظبوط معاكي. فسيبيه 10 دقائق وبعد كده ابتدي اشتغلي فيها. هاجي بقى اعمل ايه؟ اهو بغطيه كله بالعجينه. بنزل الزياده علشان ما تبقاش اوفر ويبقى مقرمش. اصلها لو تخين هتلاقي الساسج مش مقرمش، العجينه مش مقرمشه، ويبقى الزيت سخن واحطه فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده اهو، يبقى الزيت مغطيه، الزيت مغطي الساسج علشان يستوي ويتحمر من فوق وكله، ما بلاقيش الحته الفوقانيه دي نيه، لا. فعلشان كده انا بحطه في كازارولا عشان يبقى عميق والزيت مغطيه، وفي نفس الوقت ما استعملش كميه زيت كتيره. اهو كده اهو. انا بستنى على اول واحده بس تشمع في الزيت تجمد علشان ما يلزقوش في بعض. وبعدين اهي هحط دي وامسكها بعيد عنها علشان ما يلزقوش في بعض كده اهو. بعدين هسيبها خلاص، لانها لو لزقوا في بعض هيبقوا شكلهم مش حلو. كده ادي التالتة، هي هتاخد معايا ثلاثة أو أربعة. هعمل إيه بقى؟ هروح ماسكة الاتنين دول وجايباهم كده على جنب، وهحط التالتة برضو بعيد علشان تشمع وما تلزقش فيهم. أهو هفضل ماسكاهم كده علشان ما تلزقش فيهم. دول خلاص اتشمعوا وابتدوا يتحمروا فمش هيلزقوا في بعض، لكن التالتة اللي لسه حطاها جديد دي هتلزق فيهم، فعشان كده لازم أحطها بعيد. أوكي؟ واسيبهم بقى يتحمروا. انا هعمل واحدة كمان وبعد كده هقدم صوص الهاني مصر. اه هعملهم التلاتة دول عشان يتحمروا مع بعض بعد ما دول يخلصوا. اهي والتالتة هنجيب لها بس عصاية ونحطها جواها. عصاية الشيش طاووق هتنفع
بس هاتيها قصيره ما تخليهاش طويله، لانها لو طويله هتضايقك وانت بتغلفي السوسيس في العجينه وهتضايقك وانت بتحمري، فدايما حاولي انها تبقى حجمها وسط. هاجي بقى لمقادير الهاني ماسترد بتاعتي. هستعمل 3 ارباع كوبايه مايونيز، 3 معالق مستارده، المستارده العاديه خالص، 3 معالق عسل ابيض، 5 معالق زيت زيتون، معلقه خل تفاح كبيره، رشه فلفل حراق اللي هي رشه الشطه. تاني 3 ارباع كوبايه مايونيز، 3 معالق مستارده عاديه، 3 معالق عسل ابيض، 5 معالق زيت زيتون، معلقه كبيره خل تفاح، رشه فلفل حراق يعني اللي هي الشطه. خدي بالك لو ما لقيتيش خل تفاح ما تستعمليش الخل العادي، استعملي عصير الليمون. اوعي تستعملي الخل العادي مش هيبقى طعمه حلو، عصير الليمون هيبقى بديل لخل التفاح في الوصفه دي لو انت ما لقيتيش عندك خل تفاح. هحط 3 ارباع كوبايه المايونيز، 3 ارباع كوبايه مايونيز، 3 معالق عسل ابيض مش مليانين قوي، 3 معالق مستردة، مستردة العاديه خالص اهي، معلقه كبيره مليانه خل تفاح، رشة شطة، وفي 5 معالق زيت زيتون هحطهم معي. أنا الأول بقلبهم وبعد كده هزود زيت الزيتون، زيت الزيتون بقى هو اللي هيخليها ناعمة وكريمي معايا. لسه ما حطيتش زيت الزيتون، أنا بحطه في الآخر. قلب ده اهو، ادي 5 معالق، وبعدين بالمضرب السلك الصغنن هفك الصوص كله. الهاني مصر دي بعمل بيها ايه؟ الهاني مصر دي بتتاكل جنب اي حاجات مقليه، اي حاجات مشويه، يعني مثلا لو عامله صدور فراخ مشويه هعملها جنبها كدب، يعني اللي هو غموس يتغمس فيه، اي فراخ سمك اي حاجه مقليه احنا هنقدمها النهارده جنب الكورن دوغ، بتتقدم جنبها. ممكن تتعمل مع السلطه، يعني ممكن اعمل سلطه واحط الدريسنج بتاعها هاني مسترد، بس لو انا هعملها الدريسنج بتاعها هاني مسترد ما كترش المكونات اللي فيها، يعني تبقى مثلا خس وبصل وخيار مش اكتر. اللون قرب، انا اهو شايفين بيبقى لونه كده ذهبي، ده اللون اللي انا عايزه فيه الكورن دوج. خلاص ادي بطلعها، وادي الثانيه، الثالثه فاضل لها ثواني ونقدر نطلعها. هحط هنا الهاني ماسترد في الطبق اللي هيتقدم جنب الكورن دوج، واجي ابص على اللي فاضله علشان احط اللي فاضل هنا عندي ما تحمرش. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كفايه كده، وادي اخر واحده. زي ما قلنا ببعد في الزيت علشان ما تلزقش فيها اهي. الاتنين دول تراي لسه محطوطين مع بعض، فعشان كده انا ماسكاهم كده اهو اهو لغايه ما احس انهم شمعوا، هسيبهم خلاص ويكملوا تحمير. وادي كده اهو، ده الكورن دوج. وادي اللي طلعناها، على ما نجيب الباقيين هحطهم لك هنا يا محمد مع صوص الهاني ماسترد. الولاد كلهم بيحبوه، سواء اخدوه المدرسه معاهم او لو في حفله او عيد ميلاد او اي مناسبه، بيبقى شكله حلو جدا والكل بيحبه، لانه مش كل الناس بتعرف تعمله. الطريقه دي سهله جدا وهي اسهل طريقه للكورن دوج، وجربوها بقى وقولوا لي ايه اخبارها معاكم. والهاني ماسترد طعمها بيكون رائع،
لو جربتوها على طول هتلاقوها في كل الاكلات معاكم. احنا دلوقتي هنروح بقى الفاصل على ما يتحمروا الاثنين دول ونرجع نعمل الحلو بتاع النهارده. هروح الفاصل وارجع لكم، اوعوا تروحوا اي حته تانيه. رجعنا من جديد، عملنا قبل الفاصل المكرونه بالسبانخ والسجق الفريدو صوص، وعملنا الكورن دوج او السوسيس بالعجينه ومعاها الهاني ماسترد، وهنعمل دلوقتي الحلو بتاع الحلقه. هعمل كيكه شوكولاته بالجليز والسوداني، الصوص الشوكولاته اللي عليها بالسوداني المحمص، هنحمصه في طاسه على النار السوداني، وهنقول المقادير بتاعتها عشان نعمل الصوص بتاعها اول حاجه، وبعد كده هنعمل الكيكه نفسها. المقادير بتاعتي الكيكه نفسها: كوبايه زبده، نص كوبايه كاكاو خام، تلات ارباع كوبايه ميه سخنه، كوبايتين سكر، بيضتين، نص كوبايه لبن رايب فانيليا، كوبايتين دقيق، معلقه صغيره كربوناتو، نص معلقه صغيره قرفه، ورشه ملح. هقول مقادير الكيكه من تاني: كوبايه زبده، نص كوبايه كاكاو خام، تلات ارباع كوبايه ميه سخنه، ميه مغليه، كوبايتين سكر، بيضتين، نص كوبايه لبن رايب فانيليا، كوبايتين دقيق، معلقه صغيره كربوناتو، ونص معلقه صغيره قرفه، ورشه ملح. دي الكيك نفسها. الكيك بتبقى مويست طريه كده ملزقه سنه، بتبقى فظيعه. الجليز بتاعي كوبايه ونص سوداني محمص، سوداني اهو هو جاي لي محمص اصلا، بس انا هزود التحميص بتاعه، يبقى كوبايه ونص سوداني محمص هحطه على النار. بصوا في طاسه من غير اي دهون خالص، السوداني اتحط على النار. ربع كوبايه زبده، نص كوبايه كريمه، نص كوبايه سكر بودره، رشه ملح، 150 جرام شوكولاته مبشوره. عملنا ايه؟ حطينا السوداني اهو، والشوكولاته بسيحها على حمام ميه، رشه الملح بحطها لها. رشه الملح دي ضروري عشان تبرز لي، يعني حوالي ربع معلقه صغيره ملح او تلت معلقه صغيره ملح بتبرز لي السكر اللي في الشوكولاته. خدوا بالكم ان انا عامله شوكولاته وعامله معاها سكر بودره، فرشه الملح هنا اساسيه. بدوب الزبده معاها الاول، الشوكولاته دابت، ادي الزبده، وفي نفس الوقت هنا السوداني. الزبده لازم تسيح تماما. اهي بصوا هتلاقوا الشوكولاته بتلمع، الزبده بتلمع الجليز بتاعي. بعد كده الكريمه، بحط الكريمه بعد ما الزبده بتسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما تسخن بروح حاطه السكر البودره. وبقلب كويس جدا لغايه لما الخليط يمتزج تماما، السكر ما يبقاش متلكع فيها، عشان كده انا حطيته وبعمله بالسباتشولا جامد. لو عايزه تعمليه بمضرب السلك ممكن، المهم هو اصلا كده كده هيدوب فيها، بس برضو لازم تتاكدي ان كل حاجه دابت، لان انا هبعدها عن النار عشان هستعملها لما تهدى، مش هينفع استعملها وهي سخنه كده. ادي السوداني بيتحمص كده، كفايه بالنسبه لي. هرجع احطه هنا اهو علشان ما يتحرقش، هرجعه في الطبق بتاعه علشان لو فضل. الطاسه دي حديد، بالحراره هتلاقيه يبتدي يتلسع، فهشيله يا احمد. ادي الصوص عندي داب كله، هبعده بقى عن النار، هطفي النار وابعده علشان يهدى عشان اعرف استعمله. هشيله واجيبه على جنب، ومش هستعمله غير لما يبرد شويه. خلاص هاجي اعمل بقى الكيكه بتاعتي.
اول حاجه البيضتين، هضرب البيضتين مع الفانيليا والزبده، نجيب الاسباتشولا والسكر، دول هضربهم مع بعض الاول كويس. انا هحتاج الميجرنج كاب في الازازه عشان ميه سخنه. الميه السخنه دي حاجه عايزه الفت نظرك فيها، ما تستعمليش اي حاجه بلاستيك في مغليه او حاجه سخنه مغليه خالص. فانا عايزه اعمل عيار للميه السخنه، فمش هينفع استعمل الميجرنج كاب ده اللي هو البلاستيك ده، بلاستيك فمش هينفع استعمل فيه ميه سخنه، هستعمل في الازاز. خدوا بالكم من النقطه دي، البلاستيك لا يستعمل ابدا مع السوائل السخنه او الاكل السخن بصفه عامه. ادي الزبده والسكر والبيض والفانيليا، حامله ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. لبن رايب كربوناتو او البيكنج صودا 2-1، هقلب بقى الدقيق مع الكاكاو وهدي سرعه المضرب عشان لما احط الدقيق ما يطرش عليا بالشوكه. هخلطهم بسيط وابتدي احط شويه شويه. اخر حاجه هحطها عليهم الميه السخنه، هكون دهنه القالب بتاعي كويس قوي. انا هعملها في قالب اللي هو بتاع الانجليش كيك، القالب المطاول الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي بالك علشان وانتي بصي معينية على اهدى سرعة، بس في الاول المية السخنة ممكن تطرطش، فخدي بالك من كده اهو. بعد كده اهو خلاص امتزجت، هجيب القالب، القالب بتاع الانجليش كيك ده هكون دهناه وهحط فيه ايه الكيكة. هدخلها فرن على 180، بس طبعا انا لازم اي رشات دقيق كده اهو اقلبها فيها الاول كويس علشان ما تعمليش نقط في الكيكه لونها مغير للكيك. وانا هاخد دي هنا اهو واقلبها كويس قوي علشان اي نقط دقيق ما بتختلطش، بلاقيها في الكيكه نقط بيضة في الكيكه نفسها. زي ما قلنا بدخلها الفرن على 180، ما بتاخدش وقت كتير في الفرن، بتطلع ناعمه وحلوه جدا. انا هروح لفاصل يا محمد واعمل الصوص، لما ارجع بقى هدخلها الفرن علشان انا عايزه الصوص يهدى شويه كمان قبل ما اخلطه بالسوداني. هدخلها الفرن واروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل. استنى رجعنا من جديد، طلعنا الكيكه من الفرن اهي. الكيكه بصوا بتبقى طريه جدا، ما تلاقيش لما تلاقيها طريه تفتكر ان هي باظت منك، لا هي بتبقى طريه. وبعدين انا بعمل ايه؟ بجيب السوداني اللي انا حمصته والصوص اللي انا عملته وسبته يهدى، هجيب بس الاسباتشولا عشان اقلبهم في بعض كويس. ادي الصوص بسيبه يهدى
تماما. وبعد كده اهو بروح منزلاه على السوداني. انت ممكن كمان تحطي الصوص في التلاجة شوية علشان الزبدة اللي فيه تجمد بحيث يكون جامد، علشان انا عايزة احطه فوق الكيك يمسك نفسه، مش عايزاه يبقى سايح، عايزاه يكون ماسك نفسه. بالمعلقة بقى اروح جايبة الصوص بتاعي. شوفوا السوداني عايزاه يبقى ماسك، عشان كده بقول لك الصوص يهدى علشان الزبده تمسك. هو ستيل برضو عايز يجمد سنه، بس مش مشكله اهو، انا هحاول احطه قدر الامكان عشان انا عايزه السوداني فوق الكيكه، مش عايزاه ينزل. طبعا انت ممكن تعمليها بالكاجو، تعمليها باللوز، باي حاجه انت عايزاها، اي نوع مكسرات انت عايزاها بنفس الطريقه. هتحمصيه شويه في الطاسه، وبعد كده هتخلطيه برده بالصوص الشوكولاته نفس المقدار ونفس الطريقه، بتعملي نوع المكسرات اللي انت عايزاه. ممكن الكيكه تعمليها من غير اي مكسرات. بصوا ابتدت تجمد اهي الشوكولاته بتاعتي. الزبده لما بتبرد بتجمد الصوص، فهتخليه يمسك. كده وبعد ما يجمد بقى ممكن احط شويه صوص على الوش اغمق بيه شكل السوداني. هوريكم ازاي دلوقتي. يعني بص كده هو بقى ستيكي كده وماسك في نفسه. ممكن شوية صوص تخين كده أغمقه، وممكن الصوص طبعا نحط هنا اهو كده داين ما يدور الطبق بتاعي. بس طبعا الزيادات دي انا هشيلها. واجيب الكلينكس وانضف الطبق علشان برضو يبقى شكله حلو. مش معنى ان انا رشيت صوص يبقى هو، طبعا عايز بس ان الصوص يبرد سنه عشان تبقى ماسكه نفسها اكتر. ادي كيكه الشوكولاته دي حلوه قوي، هتعجبكم جدا. القرمشه والتحميصه في السوداني بتبقى حلوه قوي مع صوص الشوكولاته. عايزه احطها هنا بس اهي، انا قافل البوتاجاز عشان الحراره هتسخن الصوص تاني وتخلي سوداني يقع من تاني، فعلشان كده انا بس قفلت البوتاجاز. هنقول دلوقتي المقادير بتاعتنا بتاعت الحلقه النهارده اللي عملناها، الاربع حاجات اللي عملناها. احنا عملنا المكرونه الالفريدو دي، شايفين السوداني بقى طعمه مع الكيكه الطريه فظيع، هو مقرمش وهي طريه كده وجوسي فطعمه حلو جدا. وده الكورن دوج مع صوص الهاني مسترد او صوص المستردة بالعسل. ما تستغربيش المستردة مع العسل طعمها حلو جدا، المزازه بتاعت المستردة وخل التفاح لما بيبقى معاهم العسل الابيض بيعمل تمازج فظيع. وصوص الالفريدو مع المكرونه والسجق والسبانخ. نقول المقادير بتاعتنا حاجه حاجه. اول حاجه المكرونه
مكرونه الفريدو بالسجق والسبانخ، 350 جرام مكرونه مسلوقه طبعا، بصلايه كبيره مفرومه، راس توم كبيره، نص كيلو سجق بلدي، كوبايه مشروم، حزمه سبانخ كبيره الورق بس، وجبنه موتزاريلا. الصوص بتاعي كوبايتين كريمه، نص كوبايه زبده، فص توم، كوبايه جبنه رومي مبشوره او بارميجان اللي تلاقيها، ومعلقه كبيره دقيق. عملنا ايه؟ حطينا التوم الاول، بعد كده حطينا له مشروم وقلبناه كويس، بعد كده اهو زودنا عليه السجق، حطيناه في طاسه لوحدها وحطينا له بعد برده شويه توم لغايه لما استوى السجق، حطيناه على المشروم وحطينا عليهم البصل وقلبناهم كويس، بعد كده زودنا عليهم السبانخ وقلبناها لغايه لما السبانخ نزلت ميتها كلها وشربت الميه، بحيث تسمعي صوت السبانخ بتشكشك في الطاسه. هروح حاطه الصوص، اعمله زبده مع شويه زيت بتاعت الصوص، احط فيهم فص الثوم، يا دوبك يبتدي يصفر اروح حط عليها معلقه الدقيق واقلبه لغايه لما الدقيق يستوي، اروح مزوده كوبايتين الكريمه، ولما تغلي ازود المكرونه على السجق والمشروم، وبعد كده احط لهم الصوص الكريمه اللي انا حطيت له جبن كوبايه الجبنه الرومي ادوبها فيه، ونص الموتزاريلا حطيته معاهم ومع المكرونه، والنص الثاني حطيته على الوش ودخلتها بس تحت الشوايه لغايه لما المكرونه سخنت قوي والجبنه ساحت على وشها. دي مكرونه الالفريدو بسجق والسبانخ. عملنا بقى ايه؟ الكورن دوج. الكورن دوج اللي هو السجق بكورن ذره، فهو عشان بعجينه الذره او دي الذره موجود فيه، وزي ما قلت لك خدي بالك ان دي الذره اللي هو بنعمل بيه كيكه الذره، دي الذره الاصفر هو كورن ميل مش كورن فلاور، الكورن فلاور هو النشا. باكو سوسيس كبير هسلقه واقطع كل واحده ثلاثه واشكها بالعصايه بتاعت الشيش طاووق. هستعمل بقى للعجينه كوبايه ونص دي ذره اصفر، كوبايه دي ابيض عادي بيضايه، كوبايه وربع حليب، 3 معالق صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره ملح، نص معلقه شطه، ومعلقه بابريكا، وربع معلقه فلفل اسود. بضرب البيضايه مع اللبن وبخلط كل المكونات الجافه على بعضها، بعد كده بحطهم على بعض. لو حسيتي ان العجينه ناشفه قوي ممكن تزودي معلقه او معلقتين لبن مش اكتر، وبعد كده اهو تسيبيها 10 دقائق قبل ما تحطي فيها السوسيس علشان يتفاعل البيكنج باودر مع العجينه وتطلع مظبوطه معاكي. هتغلفي السوسيس بالعجينه وتحطيها في الزيت الحامي يكون مغطيها كلها، عشان كده انا حمرته في الكاسرولة بتاعت اللبن او اي كاسرولة عندك بحيث تبقى صغيره بس عميقه. عملنا ايه؟ الهاني ماسترد. الصوص بتاعي عباره عن 3 اربع كوبايه مايونيز، خلطتها مع 3 معالق مسترده، 3 معالق عسل، 5 معالق زيت زيتون، معلقه خل تفاح، رشه فلفل حراق، خلطتهم كلهم مع بعض وقدمت الصوص ده، بتغطسي فيه الكورن دوج او السوسيس اللي بالعجينه ده بتغطسيه في الصوص قبل ما تاكليه. عملنا ايه كمان بقى الحلو بتاع النهارده؟ كيكه شوكولاته بالسوداني. الكيكه نفسها كوبايه زبده، نص كوبايه كاكاو خام، 3 اربع كوبايه ميه، كوبايتين سكر، بيضتين، نص كوبايه لبن رايب، فانيليا، كوبايتين دقيق، معلقه صغيره كربوناتو. الكربوناتو هي نفسها البيكنج صودا، هي نفسها صودا الخبز، الثلاثه حاجه واحده، مسمى لشيء، ثلاث مسميات لشيء واحد. نص معلقه صغيره قرفه ورشه ملح. دي الكيكه نفسها بتاعت الشوكولاته نفسها. اجي الجليز بتاعي، كوبايه ونص سوداني محمص، بجيب السوداني بتاع الحلويات اللي هو ما فيهوش ملح، حمصه شويه، حتى لو هو جاي لي من عند الراجل محمص احمصه شويه في الطاسه واسيبه على جنب يبرد ما يبقاش سخن. احط على النار 150 جرام شوكولاته مبشوره، وبعد كده ازود لها ربع كوبايه زبده، لما يسيحوا هحط رشه الملح، نص كوبايه كريمه، ونص كوبايه سكر بودره، واسيبها تبرد تماما. ممكن احطها في الثلاجه لغايه لما تبرد عشان الزبده تشد. هروح خلطاها الصوص بالسوداني وبحطه على وش الكيكه بالمنظر ده وبقدمها، بيبقى طعمها حلو جدا. معانا وقت نقول حاجه يا محمد؟ طيب احنا امبارح قلنا لكم على حكايه ان احنا لو الحاجه فيها عفن ما ينفعش ان انت تشيلي منها العفن ده وتستعمليها في الطبخ، لان ده بيسبب كبدي وبائي وبيسبب انواع كثير من امراض السرطان. حاجه كمان مهمه لازم ناخد بالنا منها بالنسبه ان انا حمرت النهارده الكورن دوج، التحمير في الزيت بصفه عامه.
الزيت المفروض ان انا استعمله في التحمير مره او مرتين مش اكتر. امتى اقدر استعمله المره الثالثه؟ لو انا بعد ما خلص تحمير واول ما يبتدي يهدى من قبل ما يبرد، اصفي الزيت تماما، اصفيه من اي شوائب فيه واشيله في برطمان غامق واحطه في مكان ما فيهوش اضاءه. خلاص، دي الحاجه الوحيده اللي تخليني استعمل الزيت لثالث مره. الزيت المفروض ان انا استعمله ماكسيمم مرتين، وفي انواع من الزيت هي مره واحده. احنا قبل كده اتكلمنا عن انواع الزيت الكتير، وممكن ارجع اكلمكم في حلقه عنها بس يبقى عندي وقت، كل انواع الزيت وكل زيت استعمله ازاي. بس حافظي على الزيت من غير الشوائب اللي فيه، لان الشوائب دي هي اللي بتتفاعل في الزيت وهي اللي بتنزل مركبات سامه تعمل لي اضرار. من اكتر مسببات السرطان التحمير كتير بالزيت. حاجه تانية، خصوصا لما حمر حاجات فيها نشا او دقيق في الزيت، لان النشا ودي بيطلعوا لي ماده اسمها اكريلاميد، دي بتبقى في البطاطس وفي النشا بتطلع في الزيت، فدي حاجه مش كويسه. فما تكتريش من الاكل المقلي، يعني هناكل بره مرتين في الاسبوع حاجات مقليه، بس مش كل يوم كل يوم يبقى الاكل مقلي، لان ده مش كويس. خصوصا ان انا لما اجي حتى لما بقلي فراخ بغلفها بدقيق او ببقسماط، وده مش كويس. غير ان انا لازم انضف الزيت كويس، لازم برضو ما اقليش كتير الحاجات اللي فيها دقيق، علشان ماده زي الاكريلاميد دي لما بتطلع بتعمل لي اضرار. اللهم احفظنا. فحاولي قدر الامكان انك تقللي من التحمير قد ما تقدري، يعني ما تبقاش الاكل كله محمر يوميا، وخصوصا المدارس للاطفال. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم والوصفات عجبتكم. ليكم حلقه معايا ان شاء الله بكره باذن الله. اشوفكم على خير.